بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن. اليوم بإذن الله تعالى سوف نعرض لكم إجابات تمارين الوحدة الثانية من كتاب الطالب مادة الرياضيات. طبعا وكنا قد عرضنا سابقا إجابات كتاب النشاط، تجدونه في القناة، تجدون الإجابات في القناة. الوحدة الثانية وهي بعنوان القيمة المكانية والترتيب والتقريب. إذن القيمة المكانية والترتيب والتقريب. الآن نأتي إلى التمارين ونبدأ بعرض الإجابات. لو أتينا هنا إلى تمارين السؤال الأول، الدرس الأول عفوا، هذه هي التمارين الوحدة الثانية الدرس الأول. هنا السؤال الأول وهو أوجد ناتج العمليات الحسابية التالية ذهنيا. لاحظوا عندنا من ألف إلى زين، من ألف إلى زين. الآن نعرض لكم هذه الإجابات من ألف إلى زين. هذه إذن كما قلنا لكم الدرس الأول، ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيا. هذا السؤال الأول، عندنا هنا ألف ب جيم دال ها واو، وهذا زين هنا، وهي إجابة هذا السؤال الأخير، الفرع الأخير من السؤال الأول. الآن بالنسبة للسؤال الثاني، أيضا يتكون من مجموعة من الأسئلة تبدأ بألف وتنتهي أيضا هنا بزين. نلاحظ الآن هنا السؤال الثاني بدأ بألف وانتهى بزين كما هو السؤال السابق. هذه الإجابة الأخيرة، 300. السؤال الثالث المطلوب هو الترتيب، رتب هذه البطاقات وقسمها إلى مجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة على عمليات حسابية لها نفس النتائج. نلاحظ هنا عندنا من ألف إلى حاء، نبدأ بألف وينتهي بحاء، هذا هو ترتيبها. لاحظ هنا باء واو حاء، إجابتها 15 بالألف، جيم وزين وهاء 15%، وألف ودال الإجابة هي 1.5، 1.5. الآن السؤال الرابع هنا، اختر الناتج الصحيح من بين البدائل المعطاة فيما يأتي. ألف هنا عندنا ألف أيضا أربع اختيارات، ألف باء جيم دال، ما هي إجابة ألف؟ هذا هو السؤال ألف. الآن ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي دال، كما نلاحظ هنا دال. إذن الإجابة دال هي 40. الآن السؤال باء، الإجابة الصحيحة هي باء 9. جيم الإجابة الصحيحة هي هنا 30، ودال الإجابة الصحيحة هي 600 كما نلاحظ هنا، باء إجابتها باء، وجيم إجابتها جيم، ودال إجابتها أيضا دال. الآن السؤال التالي، أوجد ناتج العمليات الحسابية ذهنيا، وهو السؤال الخامس. والسؤال الخامس أيضا كما تلاحظون نبدأ من ألف وننتهي في زاي، فالإجابات هي كالتالي، هذه إجابات السؤال الخامس، هنا بدأنا بألف وانتهينا سؤال زين، فالإجابة هي 40 كما نلاحظ هنا، هذه إجابة السؤال هذا زين، فالإجابة هي 40. الآن السؤال السادس، إجابة السؤال السادس هي التالية، هذه إجابة السؤال السادس. وبهذه الطريقة أعزائي الطلبة سوف أعرض لكم بقية الإجابات، تتابعونها في الفيديو إن شاء الله.